اجواء حماسية هيك على بكره واحد ببلش بالرقص بعتقد هيك المفروض تعطينا دافع ايجابي ولا تقدروا بعدين تكملوا سبار يعني مع امين بس انتم عم تحضروا حالكم يعني اذا بدكم هيك سيجمنت الورم اب تبعكم رح نكون عم نخبركم كم خبريه هيك شوي مهضومه البدايه رح نكون عم نروح لعند سوني لفتني من كم يوم الدعايه الجديده اللي بدهم يكونوا عم يعملوها سوني اليوم نحن بنعرف انه هن وقفوا اللابتوب تبعهم فما عادوا ينشوا لابتوب تركيزهم كان عم يروح اكثر سو بالجيمنج كونسولز اللي نحن بنعرفهم بالبلاي ستيشن اللي اكثر شيء كانوا عم يعملوا منها مصاري وكمان هلا بلشوا يركزوا اكثر على عالم الموبايل وخاصه انه هالاكسبيريا فونز اللي هن كانوا عم يشتغلوا عليهم كانوا عم بيلاقوا نجاح كتير كبير بالاسواق هالدعايه هي كتير مهضومه لان كانوا عم بيركزوا فيها على المين فانكشنز وهالامور الاساسيه بالسمارت فون تبعهم فرح نكون عم نشوفها سوا هلا انا وياكم لنرجع نشوف من بعدها وقت وصل معي رانيا كونسبت جديد لجوجل اليوم I can hear things you can't I can stay awake for days I can see in the dark. I can silence crowds. الأمور اللي عم بيركزوا عليها بهالدعاية كانوا عم بيقولوا I can see in the dark اللي هي بتحكي عن الكاميرا تبعهم كيف انه عندها القدرة انه تصور حتى بالأماكن يلي الضوء فيها ما بيكون كتير منيح انتبهتوا مشهد الهيدفونز وقت حط الهيدفونز رح يكون عم بيحصل على نقاوي صوت كتير حلوة التغى كل شيء من حواليه فيرتشوال رياليتي وهالجيمنج اكسبيرينس اللي بمجرد ما تدخلوا على السكرين رح تكون عم بتدخلكم على عالم الألعاب الطريقة اللي كانوا عم بيصوروا فيها دعاية هون انه التليفون بيكون معها تحت المي لأنه هو it's a waterproof phone هي الدعاية اللي كتير قوية صراحة It's a very nice ad مش هيك حبيت اليوم كون هيك بلش فيها عصيرة تصير تحت المي وبالليل شفت مبارح فيديو تبع إلينا جان بالطيران باراباونت يعني فلاينج كان لذيذ المشوار إلي فوق خليج جونين البرمة قلت له إنه اليوم فينا نعمل اللي بدنا إياه بإلي بيكون زين ورواق إيه مرتاح على وضعه إذا انتبهتوا شوي بآخر الدعاية كان في الهاشتاج I can اليوم بهيك لأعطيكم فكرة صغيرة كمان إنه كيف الماركتينج عم بيدخل بعالم التكنولوجي وعالم ديجيتال فرد مرة صاروا كل الدعايات اللي عم نشوفهم للبراندز بالعالم عم بحكي تحديدا واكزاكتلي عم بيكون فيها هاشتاج ليقدروا من خلالها رانيا يعرفوا الإمباكت وتأثيرها على السوشيال ميديا وعم تلاحظي ما بتحمل اسم البراند يعني ما بيكون عم يقولولك اسم الماركة هي أكتر بتكون مربوطة السلوغان ومربوطة exactly سو فيها هالرابط بالمشاعر تحديداً لا يقدروا يشوفوا الإمباكت تبعه وتطور انتبه السلوغان فيه يكون يدق بالمشاعر ولكن فيه يكون كمان شيء ممكن يقنعك لي يعني it depends حسب هني لوين بدون يوم بس تعرفي ماركتينج اليوم هي الغرض من هلا انت اليوم مشاعرك شوي جياشة او ليك لأن فرصة لا لا هي بس على طول بماركتينج اذا انا اليوم بدي اقنعك بشيء اهين طريقه انه اكون عم بقنعك يا اما بساينتفك مانر يا اما كمان اكون عم بسير باسلوب المشاعر كونفانكري بيرسيوادي دونك 100% اشتاق اتعلم على طول بين السيجمنت بيطلع ما بعرف ليش تاني ايتم بدي احكيك عنه هنطلع من عالم المشاعر وكل هول تاني ايتم بدي احكيك عنه هو مشروع لجوجل شي عالم المشاعر ليش بدنا الفاك هالروبوت ما بعرف اذا ممكن يكون عم بيعبي راس بدي احكيك عن شفت ما تعرف احكي هلا بدي احكيكم عن باندا 5 لجوجل هو عباره عن مشروع كثير مهضوم كان عم بياخذ رواج كثير كبير من شيء 3 4 ايام بعالم الاونلاين فبديك تكوني عم تعطيني رايك فيه راني عن جد رح نكون عم نحضر الفيديو تبعه الفكره من وراء لهالديفايس هو باندا بلوش مثل ما عم تشوفوه وهون عم نشوف بس الديزاين تبعه من برا بعد شوي رح يكون موجود قدامنا هون عم نشوف فايس بريزيدنت تبع سيرش بجوجل ليه مربوطه بسيرش تحديدا لان هيدا الروبوت رح تحكوا معه ورح يرد عليكم اكتبوا هون بهالفيديو ميكان نو فيتامين سي وا 100 جرام هي عم تنكتب بالكعب رح كون انا عم بقولها انه هون عم تسالوا مثلا الفيتامين سي قد ايه في فيتامين سي بالعصير الاورانج هيدا عم بيقولوها بالانجليزي بفضل اسمع فكره انه الكل رح يكون عم بيطلب هالباندا ليك قد ايه مهضوم رانيا شو رايك؟ سو هو ديفايس هو بلوش بس انه تصمم بطريقه كثير ذكيه انه كيف الامور يلي ممكن تكوني عم تحكيها معه رح يكون هو بدوره عم يعمل سيرش
ولا حيكون عم بيعطيك المعلومات. هون عم نشوف شخص يلي كان عم هي واز ليدنج يعني على هذا البروجكت. هالإيفنت كان عم بيصير باليابان. فكيف الأمور يعني اليوم صار فيك تتخاطب معه لهالجادجت بنفس الطريقة يلي أنت كنت تحكي فيها مع جوجل ناو يلي هو موجود على سمارت فون؟ لأن أول باندا لأن نعرف نحن إنه هالحيوان هو كمان كان عم ينقرض بأماكن معينة بالعالم كمان، فنقطة كتير مهمة إنه يكون عم بينقوا هيك سامبول إذا فينا نحطها يعني، وكل الناس بيحبوه. ولحظة شوي ونسيت البارتل. أي بارت؟ الإدوكاتيف للأولاد. كمان شفت ما أنت عم تجرني على هالموضوع. ما بخليك إياها أنا هاي عطول. طلع 3 main features رانيا. إنه هو very cute item. Very cute. عيونه لاحظت؟ عم يفوكس على عيونه لأنه عيونه كتير friendly. النظرة تبعه بالأحرى. فبالإضافة للعيون وشكله ومظهره الخارجي لهالباندا كمان شوك ريزيستنت إذا وقع ما في لزوم تعتل هم يعني لأنه هيك ديفايس مفروض يكون عم يقع وإتس موبايل ديفايس يعني فيك برياحة تكون عم تحكم فيه لما يزعجك أبدا كتير مهضوم وهون لك أنا تنفوت بالشق التربوي إنه بيتعلموا الأولاد منه لما بيسألوا أي سؤال يمكن ما بيعرفوا كل الوقت يعملوا سيرتش على جوجل إذا كان عمرهم ما كتير كبير بعد بيتساير هو وياهن بيسألوا مثلا كيف بتبرم الأرض حول الشمس وبيقدر يجاوبهم لأنه هون كل شيء موجود على جوجل هو عم يقدر يعمله بيحكي فرنسي بعد بيحكي فرنسي بياخذ وبيعطي يعني بعدة لغات شفت طيب سؤال رانيا بتشتري هيك ايتم؟ حسب قديش حقه تقريبا قد ايه مستعدة تدفعي حق هيك ايتم؟ انه ماشي الحال مش كتير يعني 50 لغة بس سوري 50 لغة بيحكي كنا عم نحكي عن لغات وجوابه ب 0.3 بتشتري هيك غلط؟ انه ايه صراحة ما قصدي زعلك يعني بس انه هيدي كانت كذبت اول نيسان يي ما اسالك عملوها جوجل on April Fool's Day هذا الشيء ما انه موجود جوجل كل سنه هن بيعملوا هيك امور يعني بس انه ليك قد ايه دافعين على الايفنت وعلى ال... لا يعني من شيء 5 سنين حتى إنه إذا عملوا شيء هيك إنه من شيء 5 سنين كمان عملوا شيء هيك كان مهضوم إنه بتصير كيف بتحرك إيديك طريقة حركة إيديك تترجم على جيميل طب إيه بس بدي أقول لك شيء من مجرد ما عمل وحطوا سامبل منه كيف إنه فيه يتنفذ هو فيه يتنفس بس انه منه الفكره يعني انه منه بروجكت وفي محل باي ذا واي بالفيديو ما قطع معنا يمكن هون بيقول لك هيدا جوجل هيدا باندا 5 الباندا 6 جاي على طريق اكبر انه عم يتسائلوا كانوا بين ايفون 5 وال 6 انه والابكمينج فيرجن بدنا نقول لكم من هلا انه الفيرجن الجديده رح يكون باندا 6 بحجم اكبر و6 بلس ايوه اكزاكتلي يعني كانوا عم يتسائلوا عليه بيكونوا يعني. بنت وصبي بعدين وهيك فهذا كان ابريل فولز داي لجوجل يعني حبيتكم عم شركة الفيديو معكم لان مهضومه قلت مش ضروري كل جادجت تكون عم نحكي عنه مش ضروري يكون موجود وهذا طيب ماشي ما هن 3 ارباعهم منحسهم من عالم الخيال اصلا هيدا مزبوط اوكي مرسي لك إلي رح ننتقل على عالم الخيال الحقيقي هلأ يلي هو عالم الفلك مع كريستال بونجو كريستال بونجو رانيا شو هالأزرق الحلو هيدا مرسي نعال عليكم وعليك نفرح منك مرسي شو عم بيقولوا الأبراج في فرحة ما في فرحة لا اليوم منيح لكن نحن رح ننطر أوروسكوب بعد هالبريك